بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حنشوف مع بعض إدارة شكاوي العملاء money the customer complaint. الشكاوي من الأشياء الهامة المفترض يضعها أو تضعها أي شركة أو مؤسسة ضمن اعتباره، ولا بد من يعني فهم أبعاد هذه الشكاوى وكذلك حل كل مشكلة تجاه ما يهم العميل. طبيعة شكوى العملاء وأهميتها لهذه الشكاوى أهمية هامة، والوقوف تجاه حلها هي من القضايا المهمة لأي مؤسسة. لماذا يشكو العملاء؟ ليه عملاءنا دائما يشكو؟ أولا لعدم تحقيق التوقعات الاكسبكتيشن، يعني احنا ما بنقدر أو ما قاعدين نحقق دائما توقعاتهم، ودائما ما بنضع شكاويهم تجاه عين الاعتبار. كذلك ضعف الثقة أو المصداقية، المصداقية تجاه الشركة أو مع المتعاملين. ثالثا الحالة المزاجية للعميل أو الموظف، نحن لا نقدر الحالة المزاجية للعميل ولا نستطيع أن نقف على أبعاد أنماط هؤلاء العملاء. رابعا مقاومة العميل للتغيير، العميل دائما يعني رغباته متجددة، ودائما يعني يكون ماضي نحو التغيير وماضي نحو فهم يعني أي شيء تجاه هذا المنتج أو هذه الخدمة المقدمة. فدائما العميل يقاوم التغيير إذا كان هنالك تغيير في السعر أو تغيير في التعامل أو تغيير في سياسات هذه الشركة، فدائما نجد أن العميل يعني يقاوم التغيير، وهذا من طبيعة البشر. لكن لابد لنا أن تكون أو لابد أن تكون هنالك آلية للتعامل مع هؤلاء العملاء تجاه كل شيء فيه تجديد أو تغيير. أسباب أخرى مثل التمييز بين العملاء، عميل مهم عميل غير مهم، وغير من سياسات التمييز. فلا بد من أن نضع كل عميل في عين الاعتبار والتعامل معهم بشكل يعني يفي متطلباتهم. البطء والتغيير أو التأخير في الحصول على الخدمة، وهذا من الآثار السلبية لتقديم أي منتج أو خدمة. الآلية والنمطية وخلو الخدمة من المشاعر، من أكبر المشاكل أن تتعامل مع العميل دون اهتمام أو دون مشاعر، فهذا ينعكس سلبا وربما لا يأتي إليك مرة أخرى أو لا يتعامل معك مرة أخرى ضمن يعني بيع أو تقديم خدمات. نقص أو عدم توافر المعلومات لدى العميل، لابد للعميل أن أو العميل لابد أن يكون ملم بكثير من المعلومات تجاه مميزات المنتج وطريقة تقديم الخدمات وحقوقه، إضافة ل يعني الأشياء الفنية تجاه المنتج المقدم له، أو يعني بعض المعلومات الهامة لجودة ونوعية هذا المنتج أو الخدمة. كذلك عدم تحقق الإشباع المطلوب من المنتج أو الخدمة. نحن دائما نلبي needs and expectations، الاحتياجات والتوقعات. فإذا المنتج لم يشبع احتياجات ومتطلبات هذا العميل، فهذا المنتج يكون لا أهمية له عند العميل. فالمنتج والخدمة الاثنين معا لابد أن يشبعوا رغبات العميل. كذلك تفوق المنافسين من حيث السعر أو المواصفات أو الخدمات، دي برضو من الأسباب اللي بيشكو منها العميل بشكل يعني مستمر. أغلب العملاء لا يتقدمون بالشكوى، في بعض العملاء ما بقدموا شكاوي بالنسبة للشركة. دين دارين نفهم طبيعتهم. أولا عدم الثقة في اهتمام الإدارة بإزالة أسباب الشكوى. أنا ما بشكي عشان الإدارة ما بتدي اهتمام بالنسبة للشكاوي بتاعتي. عدم المعرفة بكيفية التوجه بالشكوى، ما عارف هو يمشي وين بالشكوى دي، على أساس إنه تكون في جهة منظبها وبالتالي تتخذ قرار فوري وجذري لحل مشكلته. فبالتالي الشخص ده ما بكون عارف إنه يمشي وين
وكل مرة يقول له أمشي مثلا الموارد البشرية، أمشي التسويق، أمشي كذا، أمشي كذا، فما بيجد حل، فبالتالي هيكون متردد وبالتالي حينسى الموضوع. إدراك العميل أن الشكوى قد لا تبرر الوقت أو المجهود المبذول. العميل خلاص عرف إنه يا أخي يقول لك المسألة دي ولا من تعبه، فبالتالي هيكون تعبان في الفاضي، يعني على مستوى مثلا هيمر في الشركة على كم مكتب، على كم إداري، وبالتالي هيتعب. في النهاية هيقول يا أخي المسألة دي متعبة، وهيقول يا أخي ما من تعبه. أيضا سهولة التحول لمصادر بديلة، العميل من السهل أن يتحول ويذهب إلى أي مؤسسة أخرى أو أي شركة أخرى أو أي مقدم خدمة آخر، فبالتالي يجد مميزات في الشركة الأخرى أو في المؤسسة الأخرى، يجد اهتمام ويجد ما لم يجده في عندك يعني. فبالتالي هو دائما يعني يبحث عن راحته ويبحث عن يعني قيمته. الرغبة في الانتقام أو رد الفعل، العميل ما بتقدم بالشكوى عشان ينتقم منك أو عشان يعني أنت ما تكون عندك بعد ذاك حل لمشاكلك وكذا، فبالتالي هنا لازم نضع البند الأخير زي الرغبة في الانتقام من في عين الاعتبار. يعني إذا ما كان عندك شكاوي خلاص أنت معناه ماشي للانهيار وهكذا. العملاء المتذمرون هم الأفضل، البشكو ديل هم الأحسن بالنسبة لنا. ليه؟ العملاء المتذمرون بيمثلوا أحد المصادر المهمة بالنسبة لنا عشان نقدر نتعرف على المشاكل ونقاط القصور ومجالات التحسين الممكنة، وبالتالي يساعدنا هذه أو تساعدنا هذه الجوانب في تجنب فقدان العملاء. بيقدر يدونا مشاكلنا، بيقدر يورونا نقاط قصورنا، بيقدر يدونا نقاط ضعفنا، بيقدر يدونا أبرز المشاكل اللي بتواجههم وبالتالي يمكن أن تواجهنا نحن. وبالتالي هنا العملاء المتذمرون بالنسبة لنا هم هدية. التعامل مع شكاوي العملاء dealing with the customer complaints، نحن دارين نتعامل مع شكاوي العملاء. كيف نحن ممكن نقلل شكاوي العملاء بقدر ما نقدر بقدر الإمكان؟ أول حاجة السعي الجاد لكي نتعرف على توقعات العميل، كذلك التحديد الجيد لمجالات الشكاوي والدراسة المتعمقة. لابد أن تكون هنالك أسس واستراتيجيات لدراسة متطلبات العميل وبالتالي فهم توقعاتهم واحتياجاتهم. تطوير الإجراءات، عايزين نطور الإجراءات. مثلا إذا كنا بنشتغل على الورق نشتغل مثلا بنظام سيستم أو يعني نظام، وبالتالي يسهل علينا يعني فرد هذه المعلومات و التعامل مع البيانات وتحليلها وتحويلها لمعلومات وبالتالي الاستفادة القصوى من هذه المعلومات ضمن تطوير الإجراءات. وتطوير الإجراءات يسهل في تحسين وتطوير العمليات. تقديم الضمانات للعملاء، دايرين نقدم ضمان للعميل بأنه نحن هنقدم لك الحاجة الفلانية، هنقدم لك خدمة، هنقدم لك منتج، هنقدم لك امتيازات، هنديك مخصصات، هنديك يعني هدايا وهكذا. فلا بد من تقديم ضمانات للعميل لكي يعني نزيد من ولائه ونزيد من اهتمامه ونزيد من شغفه لكي يقبل على المنتج والخدمة. هنالك 7 خطوات عملية لكي نتصدى لشكاوي العملاء. ضمن هذه الخطوات، الخطوة الأولى التعبير عن الاهتمام بالمشكلة. نحن دايرين نوري العميل دي انه نحن فعلا مهتمين بمشكلتك ومشكلتك في عين الاعتبار. على سبيل المثال عند شركات الاتصال عندما نتصل عليهم هم بورونا يعني مدى اهتمامهم بالمشكله، يقول لك مكالمه مثلا هامه لدينا، وبالتالي اذا كانت المشكله كبيره يتم تحويل هذه المشكله للجهه المختصه وبالتالي يحددون زمن لحل هذه المشكله وهذه المعضله وبالتالي الاستيفاء بالزمن المحدد. الخطوة الثانية حسن الإصغاء لتحقيق الفهم، دايرين نستمع استماع جيد ونصغي إليهم
لكي نفهم طبيعة مشكلتهم وما هي المشكلة بالتحديد وبالتالي حلها. الخطوة الثالثة التعرف على التوقعات الاكسبكتيشن ضمن السياسات السابقة اللي ذكرناها في التوقعات. إذا كان توقعات العميل قلنا أكبر من الخدمة أو طبيعة الخدمة المقدمة قلنا هنا الخدمة هتكون رديئة. إذا توقعات العميل اتساوت مع فهم الخدمة المتوقعة أو الخدمة المقدمة فهنا هتكون يعني الجودة هذه. إذا فاقت خدماتنا أو طبيعة منتجاتنا وخدماتنا توقعات العميل هنا الخدمة هتكون جيدة. فهنا نبني على التوقعات دائما. الخطوة الرابعة دايرين نتأكد من فهم ما يحتاجه العميل بالضبط. العميل ده داير شنو؟ العميل ده داير إنه المنتج ده بنوعية بطريقة محددة بجودة محددة. العميل ده يا أخي داير المنتج ده يمشي لحد بيته أو نقدم له الخدمات لحد البيت. العميل داير يا أخي الخدمة تقدم له في الزمن المناسب وهكذا. الخطوة الخامسة حدد بدائل لحل المشاكل الموجودة عندك. فنحن هنضع هذه البدائل هنشوف أفضل البدائل وبالتالي حل المشكلة بشكل جذري. الخطوة السادسة تطبيق الإجراءات والمتابعة. هنطبق الإجراءات اللي احنا وضعناها في الخطة وبالتالي في السياسات وبالتالي المتابعة عملية المونيتورينج بالنسبة للإجراءات بتاعتنا وبالتالي فهم وحل المشكلة بشكل دوري. إذا كان هنالك أي أخطاء ضمن المتابعة نحن هنعمل لها إجراء تصحيح. الخطوة السابعة متابعة رضا العميل والمتابعة كذلك ضمن التقييم وضمن المراقبة. فبالتالي كل ما تابعنا رضا العميل كل ما كان هنالك حل سريع وحل دقيق للمشاكل التي تواجه العميل. هناك قواعد سلوكية للتعامل مع شكاوى العملاء. أولا محاولة امتصاص غضب العميل وحسن الإنصات للشكوى. أيضا الاعتذار عن حدوث المشكلة. نعتذر عن حدوث مشكلة محددة ونفهم العميل طبيعة المشكلة وبالتالي يعني حلها في الفترة المحددة على سبيل المثال. التركيز على ما يمكن نعمله. نحن قادرين نعمل أو هنحل المشكلة دي إن شاء الله بواحد اثنين ثلاثة أو بطريقة محددة أو بكذا. تجنب فهم الأمور بصفة شخصية. نحن ما دايرين ناخد طبيعة أي مشكلة بصفة شخصية. العميل بيشتكي معناه عنده مشكلة معي. لا، ما معناه عنده مشكلة معي. معناها عنده مشكلة مع طبيعة الخدمة المقدمة أو المنتج المحدد. منح العميل مميزات إضافية. إحنا دايرين نجذب العميل ودايرين نكسبه له وبالتالي هنديه مميزات إضافية. فهم المشكلة من منظور العميل. نحن ما دايرين نفهم المشكلة من منظورنا نحن، دايرين نفهم منظور العميل، لأنه لو فهمناها من منظورنا ممكن نقول الحاجة دي مكلفة، الحاجة دي أو العميل ده قاصدنا أو العميل ده عنده مشكلة معنا. لا، إحنا دايرين نفهم المشكلة من منظور العميل وبالتالي هو يحكي عن مشكلته وحلها بالشكل المطلوب وبالشكل الذي يرضي العميل وليس إرضاء الإدارة وإرضاء الشركة. الاستجابة الفورية لحل المشاكل وهذه الشكاوى. كذلك مشاركة العميل في البحث عن الحلول. نحن ممكن نضع العميل في بؤرة حل هذه المشكلة وبالتالي يمكن سؤاله عن طبيعة حل المشكلة. ما رأيك لو عملنا كذا وكذا؟ وبالتالي العميل ممكن يديك اقتراح ضمن سياسات الجودة كذلك يعني للمقترحات والشكاوى. فلا بد من وجود مقترحات أو كذلك نقبل مقترحات من العميل وهو أدرى بمستوى رضاه وأدرى بحل مشكلته كذلك. عدم إلقاء اللوم على العميل. نحن دائما ما نلقي اللوم على العميل أو على الإجراءات أو على كذا أو على كذا. من ضمن هذه السياسات نهتم برضا العميل فما نلقي اللوم عليه فبالتالي يعني هيكون العميل متدمر وكذلك نخلق مشكلة أخرى ضمن التركيز على العميل في يعني إلقاء اللوم عليه. المنظمات تعمل بعض الاستراتيجيات حول إدارة الشكاوى وبالتالي ماذا تفعل المنظمات حتى تدير شكاوى العملاء بشكل فعال؟
المنظمات تنشئ أنظمة داخلية تتعلق بالإجراءات والتعامل مع شكاوي المنح، عندها نظم محددة تفرد فيها بعض المعلومات وبتحدد فيها أو بتصمم فيها خدمات محددة لكي مثلا تقلل من مثلا الوقوف على الصفوف بشكل كبير، أو مثلا التأخير، أو مثلا يعني عدم فهم العميل لطبيعة المشكلة أو كذا. فبالتالي النظم دي تسهل من يعني حل هذه الشكاوى. كذلك التحليل المستمر لشكاوى العملاء مصادرها ومدى التقدم في المعالجة. نحن عايزين نحلل هذه البيانات ونحلل هذه الشكاوى، وبالتالي البحث الدائم والفعال لحلها. الدراسات المستمرة لرضا العملاء عن أساليب الخدمة ومقترحاتها ومقترحاتهم لتطويرها. نحن عايزين نعمل أسس علمية ودراسات عشان نقدر نبحث عن طريقة لرضا العميل، وبالتالي يعني نستقطب أهم الأساليب والأسس العلمية الصحيحة لكي نطور طريقة التعامل مع العميل، وبالتالي فهم مقترحات هؤلاء العملاء وتنفيذها حتى العملاء على سرعة الإبلاغ عن ما قد يعترضهم من مشكلة. نحن عايزين نحس هؤلاء العملاء عن إنه نحن حنحل مشكلتهم بالسرعة المطلوبة، وبالتالي إن شاء الله ما حتكون عندكم مشاكل معانا. ولا بد من يعني توصيل يعني الاهتمام ضمن مشاكلهم. تعريف العملاء بأساليب وقنوات الاتصال عند وجود مشكلة. نحن عايزين نعرف العملاء ب يعني كل ما لدينا من معلومات تجاه حل المشاكل، وبالتالي نعرفهم بأساليب وقنوات الاتصال عند وجود مشكلة. ممكن تتصل علينا مثلا على 444 على سبيل المثال، أو يمكن الرجوع لنا مثلا في الفترة المحددة من كذا لكذا، ويعني أو توصيل أو كتابة أو تلفون أو إيميل أو كذا. المهم الشكل المناسب مع العميل، وبالتالي الشكل الفعال لحل مشكلته. تدريب العاملين على فنون الإنصات لشكاوى العملاء والرد عليها. وبالتالي احنا عايزين ندرب يعني العملاء الداخلين او الموظفين على كيفيه الانصات لشكوى العملاء، وبالتالي فهم طبيعه مشكلتهم وحلها بشكل جذري. متابعه شكاوى العملاء لكي نتاكد من اتخاذ القرارات والتصرفات المناسبه بشان حل كل المشاكل الخاصه بالعميل. توفير مزيد من السلطات والصلاحيات للعميل. احنا عايزين ندي الموظفين او الناس اللي بيتعامل مع العملاء عايزين نديهم صلاحيات، عايزين نديهم سلطات على اساس انه يكون عندهم صلاحيات لاتخاذ القرار مع حل المشكله، صلاحيات لحل القضايا الداخليه والخارجيه بفهم ابعاد هذه المشكله. كذلك التاكد من رضا العملاء عن الاساليب المستخدمه في حل هذه المشاكل. دايرين نتاكد من ولاء ورضا العملاء والاساليب اللي بيستخدموها في حل المشكله، وبالتالي يعني وضع العميل في بؤره الاهتمام. هنالك بعض الوصايا لابد ان نتذكر هذه الوصايا الذهبيه. عاده ما يحكم علينا العملاء في ضوء الطريقه التي نعالج بها مشاكلهم، فهم دائما بيتوقعوا انه نقدم لهم خدمه ممتازه ويعتبروا هذا الامر طبيعيا، وكل ما يتذكرونه عادة هو ما تقوم به عندما يحدث خطأ في الخدمة المقدمة. فممكن هم أكثر حاجة يتذكروها طريقة حلك لهؤلاء أو للخطأ الحاصل. أيضا المفترض ننظر لحدوث الخطأ في الخدمة حدثها. نحن دارين نضع الخطأ دي حاجة مهمة، ودارين نبحث عن طريقة حل هذه المشكلة. ولا بد من نتذكر أن المشكلة سواء كانت صغيرة أو كبيرة هي قضية هامة من منظور العميل. يعني ما نقول له يا أخي المشكلة بسيطة أو المشكلة دي بسيطة أصرف النظر عنها أو كذا أو كذا، لا. نضع المشكلة الصغيرة كمشكلة هامة بالنسبة لنا ونحلها. أجعل من السهل على العملاء أن يظهروا عدم رضاهم عن الخدمة، فهنا قد يبدو ذلك أمر غير سار بالنسبة لك، إلا أنه في النهاية يمنحك الفرصة لإصلاح الأمور. فنحن دائما نحسن من تقنياتنا واستراتيجياتنا للتعامل مع العميل بشكل دائم.
نقف عند هذا الحد وحنواصل إن شاء الله ضمن برنامجنا في إدارة علاقات العملاء. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.